لك نيرانك لا ترحم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، أيها الصبية، يا أغلى ما في الوجود، قلوب وأفئدة ساعية مترقبة لما من شأنه أن يعلي من كعبها ويرفع من شأنها. الامتحانات الجهوية، مرت اليوم امتحانات جهوية للسنة الثانية بكالوريا ليبر، بكالوريا حرة، وأعتقد أنكم رأيتم الامتحانات كيف جات، ولأعتقد أن بعضكم اليوم سيتوقع مني أن أقف هنا لأتباهى أو أفتخر بالمواضيع اللي قمنا بتحديدها قبل 12 جهة. ولبدك السؤال اللي قلت لكم، من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي غيدخلوا مع بعضياتهم، ولكن غنميكوا على هاد الهضرة هذه لأني ما عنديش الطرهات ولا الأسلوب ولا الوقت الكافي باش ندخلوا في هاد الكلام، وغندخل مباشرة إلى صلب الموضوع. الجمعة والسبت والحد، كيفاش غيجي السؤال؟ بالنسبة لي اليوم غنخصص حصتي لشيئين. أولا مهارة تحليل الصورة، غنهضرو على طريقة تحليل الصورة، كيفاش نحل الصورة، قراءة الصورة. والشيء الثاني غنعلمك، غنهضرو على تاريخ المقالي. غنبداو سيدي بتاريخ مقالي وتاريخ تطبيقي. جد لي أستاذ التاريخ التطبيقي أربعة في التليفون تما، وجد لينا أربعة ديال المغرب، المشرق، العالم التنافس، وتحولات أستاذ أربعة، وتلاحوا اليوم في الصفحة. أستاذي ركزوا معايا كاملين، غادي نهضروا على التاريخ جغرافي تطبيقي أو جغرافي مقال. بغيت نسولكم، حطي شي امتحان أستاذ، حطي بعد امتحانات ديال الباك اللي جاو اليوم، اجيو نشوفو الدراري بعد امتحانات. قادو لنا الصفحات تما، غير قادو لنا امتحانات ونشوفو الامتحانات بعد اللي جاو اليوم. ولكن ماشي باش نبقاو نهضرو ونقولو واش درنا واش قلنا واش درنا، ما عندناش الوقت لهادشي. حنا دابا بغينا غير نجربو الامتحانات، راه كاينين لتحت وسط. نعم ياتي. طيب قادو مي كامل انغوجستر. اذا استاذ الامتحانات اللي جاو اليوم في المغرب 12 جهه، البارح في الليل لحت لكم انا واحد ربعة ديال الامتحانات، لحتهم لكم في الصفحه، وقلت لكم بان الامتحانات غادي يجيو على هذا الشكل. انما الباك ليبر هضرنا انهم عندهم جوج قوالب، عندهم نظام الحمايه ديال المغرب غيدخل ليهم، وعندهم الامريكان والصين غيدخل ليهم، الصين والاتحاد الاوروبي غيدخل. احنا ما عندناش هادشي، احنا عندنا فقط دوك ربعه الاسئله اللي انا حددت تما، وغادشي كيف ما هي كيف ما حددناها، وغيتلاح داك السؤال. المهمه ديالك شنو هي؟ المهمه ديالك هو تكتب لي مقدمه ديال الموضوع، دير لي ربعه ديال الورقات مزدوجه، وتصايب لي نشوف هذوك ربعه الورقات مزدوجه، ومن الغدا بغيت نصححهم، اطلعهم لي في الواتساب خارجين صفحه بصفحه ولا بلاش. دير لي ربعه ديال المقدمات في ورقه واحده، مقدمة ديال المغرب، والمقدمة ديال المشرق، والمقدمة ديال التنافس الإمبريالي مع التحولات، والمقدمة ديال العالم من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى الحرب 1900 إلى غاية الحرب العالمية الثانية.
بغيت مقدمه اربعه المقدمات تصايبهم لي وتوريني نشوفهم، وتصايب لي اربعه ديال الخواتيم نشوفهم. ولادي ديال النهار انا مرضات اليوم سامح بان الصيغه ديال الفكره عامه نسات عليها. مشكله استاذ ركزوا معايا، بغيت نشوف اليوم الفكره العامه ديالكم كامل، الفكره العامه ديال النص ديال الوثائق باربعه. طيب نشوفوا بعد الدرس ونهضروا، نهضروا بعد على الجهه الضربيده واخا سلاش، نهضروا اولا على جهه الدار البيضاء. جهه الدار البيضاء هذا هو الامتحان ديالها 2021، هو هذا، هو هذا سيدي، هذا هو الامتحان ديال 2021. اشرحوا لهم مظاهر التنافس امبريال والدوافع ديال التنافس امبريال. صراحه الدوافع خاصها تجي لي الفوقانيه. شنو هي دوافع التنافس امبريال؟ لا ودي ماشي تحديات ودي، هي الجمله ديالاش ديال ساعات مجموع ساعات الدول الى البحث على المستعمرات من اجل تصريف فائض الانتاج. هذوك هما الدوافع، تصريف فائض الانتاج، دوافع التنافس امبريالي والحصول على مصادر طاقه. وبالتالي دوافع التنافس امبريالي هي الجمله الاولى اللي بادين بها انتم المظاهر ديال التنافس، غتخليها هي الاخرى، غدير المظاهر وتخلي دوافع التنافس. ضغوطات الاستعمار الاقتصادي والدبلوماسي على المغرب، فانا بغيت دابا بغيت كلشي يصايب لي المقدمه ديال هذا الموضوع. يلا دابا صايبوا لي المقدمه ديال الموضوع، في تنافس امبريالي وفي الضغوطات ديال المغرب، الضغوطات الاقتصاديه والضغوطات الدبلوماسيه. شنو هي الاقتصاديه والدبلوماسيه؟ الاقتصاديه هي المعادله التجاريه، الدبلوماسيه هي الحمايه القنصليه، راه هي الاقتصاديه راه الدبلوماسيه، راه هذه نتجت على هذه، راه ما دوخلتش اقتصاديه ودبلوماسيه. الضغوطات الاستعمار الاقتصاديه والدبلوماسيه، يلا قولوا لي دابا هذا المقدم، هذا الموضوع اللي حطوه الباك ليبر اليوم في الصباح، صيبوا لي المقدمه ديالو، يلا وريوني، كل واحد يكتب لي مقدمه تما في التعليقات على هذا الموضوع، تحرك بسرعه. وريني يا استاذ، تحرك وريني. موضوع فيه تنافس امبريالي وفيه المغرب، وريوني شنو غتكتبوا دابا كلشي، وريوني ها هو استاذ كتب لي مقدمه، وريني شنو غتكتب، مظاهر تنافس امبريالي والمغرب، جا في موضوع واحد، وريني شنو غدير في المقدمه. شنو كتبتي يا ولدي؟ شنو كتبتي؟ كتب لي مقدمه على هذا، تدويت معاك، تواضع شويه وصيب مقدمه، ما كاينش اللعب، وريني شنو غتكتب. هز عينك، هز عينك، ها هي المقدمه بنادم، ها المقدمه، ها هي. عطاو جوج، عطاو جوج، اجي معايا، اجي معايا. ياك هذا هو الموضوع اللي عطيتكم، ياك ها هو الموضوع اللي عطيتكم، ها الضغوطات الاستعمار اللي تتعرض لها المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ياك هذا هو الموضوع اللي لحتو في الواتس في الصفحه الرئيسيه، يا راني لحتو لكم دابا، لحتو لكم البارح، ها الضغوطات الاستعمار اللي تعرض لها المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والاصلاحات الاقتصاديه والماليه والاداريه المنجزه خلال هذه الفتره وعوامل فشل الاصلاحات. مشينا الامتحان شنو لقينا؟ لقينا ان هذا الموضوع هذا مع من تخلط لهم؟ خلطوه مع من؟ خلطوها سيدي مع التنافس، مع من خلطوه؟ خلطوه مع مظاهر تنافس امبريالي. اذا اش داروا؟ خلطوا المغرب مع تنافس امبريالي. انت اشنو غتكتب لهم؟ واحد الدري قال لي نكتب لهم هذه المقدمه، هذه نرجعها مقدمه، لا سي هذه نقله،
الموضوع عشناه وهز عينك شوف فيا. هالموضوع هو الموضوع هما بجوج. إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض إلى عرض ألف وباء، قد تعرض، إذا كان العالم الرأسمالي أجينا فينا الورقة إذا كان العالم الرأسمالي قد شهد العديد من مظاهر التنافس بفعل عدة عوامل، فإن المغرب قد تعرض لضغوطات اقتصادية ودبلوماسية. إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض فإن المغرب قد شهد إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض فإن المغرب قد شهد إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض فإن المغرب قد شهد. خلطهم لكم جوج. إذا المقدمة شنو نقول لهم؟ إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض فإن المغرب قد شهد. إذا تعرض لماذا؟ مكتوبة في العرض واحد وجوج. هاي العرض واحد مظاهر تنافس إمبريالي دوافع. إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض فإن المغرب قد شهد. إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض، أسمع بنادم، أسمع، أتواضع، أتواضع وكسب مقدمة، تواضع وكسب مقدمة وصيبها، تخلطوا لك جوج. إذا كان العالم الرأسمالي قد تعرض إلى عرض واحد وعرض جوج، فإن المغرب قد شهد مكتوبة في العرض تما، فما هي مظاهر تنافس إمبريالية دوافع وما هي؟ ونقش الأسطورة ونبدا. نتمنى تكون فهمتيهم النهار اللي تخلطوا كي غندير اليوم. اجي معايا. إذا هذا السؤال بيت مع ولادي شادينو، ولكن البروش فينا هو؟ هو ما عندوش مقدمة وما بصيبش خاتمة. إذا فين هي المقدمة فين هي الخاتمة؟ إذا خصكم تهضروا معايا عن المقدمة والخواتيم. والخاتمة ديما غندير فيها خلاصة لهاد المرحلة الجاية. أجي نشوف هادي. إذا دابا شنو غنديرو؟ باش شفت التطورات الكبرى في أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929. عقلتوا على الحبل؟ عقلتوا على الحبل؟ شحال فيه من مقبر؟ التطورات رواية نشرات. ها هي اللي قلتناها البارحة هي فين تحطات. ها هي التطورات. ياك التطور شنو هي التطورات؟ أجي نشوف عطيتها لكم البارح بالليل. ها هي. ها التطورات. التطورات شنو هي؟ هي الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي عاشتها ألمانيا وإيطاليا، وهي أثر أسباب الأزمة الاقتصادية. هذا هو التطورات. ماذا؟ الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي عاشتها روسيا وألمانيا وإيطاليا. ماذا هو السؤال هو؟ غير أنا هنايا جمعهم لكم على شكل، عطيهم لكم على شكل عوارض. ها هما. جمعوا لك روسيا وألمانيا وإيطاليا أسباب الأزمة الاقتصادية. فالامتحان كيفاش جا؟ قالوا لهم الجملة. قالوا لهم أش؟ قالوا لهم تطورات. شنو قالوا؟ قالوا تطورات بالجملة سيدي. تطورات كبرى وأسباب الحرب العالمية الثانية. تطورات الأسباب. حللا طيبا هنيئا مريئا. فشكون هو الدري الواعر؟ نجيك من الاخر. شد لي ربعه ديال المقدمات. دار ورقه مزوجه صيب هذا، دار ورقه مزوجه صيب هذا، دار ورقه مزوجه صيب هذا، دار ورقه مزوجه صيب هذا. شحال من ورقه مزوجه؟ ونهار ثلاثه جن نضحكوا مع بعضياتنا. كل واحد باش ناخذها، تاخذوا جوج، كل جهه تاخذ جوج. الا بغاو يتمجهدوا بغاو يعقدوها غيعطيو جوج، يخلطوهم، يخلطوا هذه مع هذه، واللي يخلطوا هذه مع هذه، يخلطوا هذه، يخلطوهم. غنقولهم إذا كان قد تعرض فإن قد شهد. ونبدأ نعرض بعارضة بعارضة. إذا انتباه، هذا الجرس هذا شي ديال الجرس هذا. انتباه درر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 ر
المواضيع المقالي في مادة التاريخ سنة أولى بكالوريا جميع المسالك العلمية. شنطن هاوف والصفحة رسمية يا ولدي. يلا جروا جراكم، هاهم محطوطين هنا، جروا جراكم. حط هذا الموضوع، حط هذا الموضوع، حط هذا الموضوع، حط هذا الموضوع. الموضوع الأول، الموضوع الثاني، الموضوع الثالث، الموضوع الرابع، وساجين تفرجوا نهار ثلاث. إذا هذو هما المواضيع، ولكن شوف لما تصيبتيش، بغيتك بعدا تعلم تصايب خاتمة لهذا الموضوع. فغتمشي تقلب الامتحانات القدام، ولادي تصنطوا لي. غتمشي تقلبوا الامتحانات القدام اللي جابوا على المغرب، وتاخذوا لي وحدة ديروها مقدمة وحدة، هذيك الجملة اللي تبغوا تنقلوها أنتوما، ديما تبغوا تنقلوها وتديروها هي الأولى، خذ مشي امتحان قديم وحفظها ديما. وكتبها دابا. يعني من الصباح بغيت كل شيء يقول لي استاذ انا عندي 4 ورقات مزدوجه وما لقاش شي واحد ما عندوش، واللي صيفط لي رساله يقول لي استاذ ساليت، صيفط لي ميساج، صيفط لي ميساج يقول لي صافي ساليت استاذ. غدا كل شيء نشوف من عنده 4 ورقات مزدوجه، الورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، واش متفقين ولا لا؟ واش متفقين ولا لا؟ شوف لي أستاذ، نعم، واحد بواحد يهضر معايا، خليل متفقين، 4 ورقات مزدوجة، تحطهم قدامك وتصيبهم ليا، واحد بواحد يهضر معايا، دراري النهار، هضروا معايا. كل شيء كتبت عليه خولة، كل شيء دوي معايا، كل شيء دوي معايا. أهم حاجة المقدمة والخواتيم، علم تجريبية دويت معاكم، مقدمة والخواتيم. أربعة المقدمة وأربعة الخواتيم، ورقة الأولى، ورقة الثانية، ورقة الثالثة، ورقة الرابعة. بحال موضوع، بحال 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 فرض، بحال فروض، هما 4 الفروض منزلية، غتمشي الامتحان تلقى منهم جوج، تصور، ها هما، ها أنت شوف، المخير فيهم عنده 3 العوارض، ها نجمة، ها نجمة، ها نجمة، ها أنت 3 نجمات، ها أنت الموضوع الثاني، 3 نجمات، نجمة نجمة نجمة، ها أنت سيدي، نجمة نجمة نجمة. ها انت سيدي، نجمة 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 نجمة، هذا دزت واحد، 4 نجمة دور الحرب العالمية الثانية. يعني يا أستاذ 3 نجمات في كل موضوع، بمعنى 3 الأسئلة في كل موضوع محددين. ولا ما تهضر معايا ويجي وما يجي، ولا بقى تمرض فيا. 4 الموقع يجيكم جوج منهم، هذا اللي جاه مقالية. اذا اللي جا مقالي واللي جا الجهه اللي جاتها مقالي غيجيوها جوج من هاد المواضيع، ويقدر تجي جهه مخلطه تخلط لك المغرب مع المشرق، واللي تخلط راه كاتبه لك في الصفحه ديال الفيسبوك، كتبت لك مع امكانيه الدمج ما بين مجالين فرعيين، المجال الفرعي ديال المغرب مع المجال الفرعي ديال المشرق، والمجال الفرعي ديال العالم الرأسمالي مع العالم الاوروبي. وبالتالي على التلميذ أن يدرك هذه المواضيع الأربع، 4 ديال المجالات الفرعية، الأول والثاني والثالث والرابع، 4 ديال المواضيع مقالية تجاوبوا لي عليها، وما لقاش شي واحد فيكم غالط نهائيا. دابا سالات الهضرة، دابا بغيت نهضوي معاكم على واحد الحاجة، على الفكرة العامة ديال الوثيقه. كتبت لكم واحد الحاجه دخلت ديال كل واحد فكره عامه كيفاش تدخل. غادي نصايب لكم هاد المواضيع وغنصيفط لكم جوج تمارين، 4 تمارين في المغرب وفي المشرق كذا. بغيتكم تصايبوا لي التأطير والشروحه، جاوب لي على التمرين، جاوب عليه كامل، 4 تمارين تطبيقيه. وسمعني يا استاذ، التمرين التطبيقي اللي غتشوفوا خوه، الا جا التطبيق خوه في الامتحان، باش تفهمني نفس الفكره العامه ديال الوثائق. حتى الوثائق داكشي اللي غدوي عليهم غدوي على نفس الكلام.
يعني تأطير واحد الشروحات نفسهم، استخراج تحفظ الشروحات. الجمعة والسبت والحد نوصيك لآخر مرة، اللي بغى يضرب أعلى نقطة في الاجتماعية عليه بالشروحات. الفكرة عامة الشروحات، الفكرة عامة تأطير قوتكم كاينة هنا. نحفظوه مقالي باش نجيتي من السؤال الخامس وتركز ليا على التطبيق. دابا اليوم حطوا مقالي، صايب ربعه ديال المقاليات، ما تنعس تصايبهم، ربعه ديال المواضيع مقاليه ورقات وصافود، جمع الورق كلهم اللي عندك شركهم وحرقهم، حافظ على ربعه ديال الورقات المزدوجه قادر خدمتك. وانت غنشوفو وهذا بالنسبه بالنسبه للتاريخ. بالنسبه للجغرافيا صمت لي غنلوحهم لك، غنلوحهم دابا. بالنسبه للجغرافيا غادي نشوف الوقت، بالنسبه للجغرافيا، الجغرافيا الموضوع اللي غادي يجي غيجي جوج مواضيع. الموضوع الاول ديال غتصيب بعد ما صيبت هاد الربعه غتصيب لي واحد التمرين انا نوريه لك دابا. هذا التمرين يشكل القلب ديال 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 الجغرافيا. الى حيتيه انا غنلوحو دابا تما، طيب واد لحيه الطين تما. اذا الجغرافيا اشنا هو؟ جغرافيا كاين واحد الموضوع، عندكم جوج مواضيع يعني جوج ورقات مزدوجه مش اربعه، بغيت جوج فقط وغيجيو بجوج. لي جاتو جغرافيا مقال. المشكل فين كاين؟ كاين في ميريكان. واش غاتجي ميريكان ولا مغاتجيش؟ الموضوع ديال الجغرافيا كاين فيه موضوع تيدوي على ما هو طبيعي وما هو بشري. فقبل ما ندوز معاكم غدا، علينا السبت والحد غنخدم معاكم على التطبيقات، جغرافيا تطبيقي وتاريخ تطبيقي، لان هو راس المال، هو اللي غيطلعكم. بغيتكم دابا تبداو في هذا النهار من نتا الحصه ديال غدا. والحصه ديال غدا سيدي كاينه عندكم مع الخمسه، لان الحضور غدا ان شاء الله كاين مع الوحده، والحصه ديالكم نتوما هنايا كاينه مع الخمسه. الله على بعد كاينه ديال اللايف كاين مع الخمسه. علاش؟ لان السبعه من السبعه ل 11 عندي البكالوريا، تنتوما عندكم معايا نهار اثنين من السبعه ل 11 اجتماعيات هاد المواضيع. دابا الله يرضي عليك حط لي الورقه وشويه، حط لي الصوره شي، حط لي الصوره شي صوره تحل. اذا بغينا نعرفوا كيفاش شنو السؤال اللي غنجاوبوا عليه في المقاله في الجغرافيا. السؤال الاول دائما تيدوي على المدينه، تيدوي على الموارد الطبيعيه، تيدوي على الماء والتصحر وعلى الموارد الطبيعيه ديال المغرب، الماء والتربه والغابه والبحر. حافظه كامل، حافظه الماء والتربه والغابه والبحر والمعادن، كل شيء الماء والتربه والبحار والمعادن، وزيد كملتيها بالماء والتصحر في العالم. هذا هو الموضوع الاول، وفيه فقط ثلاثه ديال العوارض وما غيتبدلوش، غيجيو مقالي ويجيو تطبيقي. هو عاد تفضل اجي معايا. قسمت الموضوع الى قسمين، المواضيع المقالية في مادة الجغرافيا سنة أولى بكالوريا جميع الشعب العلمية. بالنسبة للأوضاع الطبيعية، الأخطار التي تهدد الموارد المائية بالمغرب والعالم العربي، الموارد المائية بالمغرب والعالم العربي. هنا اش درت؟ لا
هنا شويه تبديل غنبدل لك. الاخطار التي تهدد الموارد الطبيعيه بالمغرب والماء بالعالم العربي. العوامل المفسره لمشكل الماء بالمغرب وباقي بلدان العالم العربي. التدابير المتخذه لتدبير وترشيد استعمال الموارد البائيه بالمغرب. وكاين انسداد في مثلا قاعد هذاك الموضوع، ذاك الموضوع باقي ما كملش، هو التصحر. كتب الموضوع الاول، كلشي كتب الموضوع الاول بلا ما يدلوا حالكم، غادي تسأم لي عليكم. كتب لي الموضوع الاول، هذا الموضوع هذا بغيتو في ورقه مزدوجه. كتب لي التحديات التي تواجه الموارد الطبيعية بالمغرب العرض الثاني وضعية الماء وضعية الماء وضعية الماء والتصحر بالعالم العربي والعوامل المفسرة لها. العرض الثالثة التدابير المتخذة لمعالجة المشاكل الطبيعية، مشاكل الموارد الطبيعية بالمغرب والتصحر بالعالم العربي. هز عينك، هذا السؤال يشكل 50% قوة ضاربة للامتحان. أنا ما تهمنيش العراضة ديالو، حيت معظم ديالكم أنا حافظو، أنا متيقن منكم حافظين. أنا تهمني المقدمة والخاتمة ديال هذا الموضوع. شنو هي المقدمة اللي غديروا هذا الموضوع؟ شنو هي الخاتمة اللي غدير هذا الموضوع؟ دابا أنتوما عند راسكم، دابا تتسحبوا، أنت نهضر معاكم على الحفاظة. أنا هذا الموضوع ما تنهضرش فيه على الحفاظة نهائيا. الدماغ ديالي مع ولادي ديال النهار ما كونسونطريش على الحفاظ. انا بغيت دابا كلشي اليوم يدير معايا المقدمه ديال الموارد الطبيعيه والخاتمه اللي غيدير. اذا الموارد الطبيعيه والخاتمه، اذا تصيب لي المقدمه والخاتمه مزيان، وكل واحد فيكم يدير الموضوع هذا يصيبو الغايه ديالو هي شنو غيدير في المقدمه وشنو غيدير في الخاتمه. اجي تشوفوا الموضوع الثاني. هذا هو الموضوع الاول، سميتو الاوضاع الطبيعيه. شوفوا الموضوع الثاني. الموضوع الثاني فيه مفهوم التنميه ومؤشرات التنميه، توزيع المجال لمستوى التنميه البشريه في العالم، وضعيه الموارد البشريه بالمغرب واساليب تنميتها، تعريف سياسه استعداد التراب الوطني، الاختيارات الكبرى لسياسه استعداد التراب الوطني وتوجهاتها المجاليه، مظاهر ازمه المدينه بالمغرب ودور سياسه استعداد التراب الوطني في معالجه ازمه الازمه ناقصه كلمه تنقاد. اذا السؤال الثاني شنو تيعالج؟ في الموارد البشريه، في من التنميه حتى ازمه المدينه والارياف. غيشكل الموضوع الثاني تيهضر على ازمه المدينه والريف وازمه الموارد البشريه بوحده، وازمه الماء والتصحر في العالم العربي بوحده. شحال من موضوع؟ جوج. موضوع عنده علاقه بالبشر، وموضوع عنده علاقه بالطبيعه. موضوع عنده علاقه بالبشر، بشر الفقر بطاله اقتصاد ما كاينش، الخدمه ما كايناش، هذا تنسميه البشر، مشاكل ديال البشر في المدينه، مشاكل ديال الجفاف، لا ماشي جفاف، مشاكل ديال اللي تتعاقل، مشكل الارياف، مشاكل الجيزات، مشكل البنيه التحتيه، مشاكل المدارس، مشاكل هادشي تنسميه البشر، يعني المشاكل البشريه، هذه البشريه غيجي موضوع كله تيهضر غير على البشر. الموضوع الثاني عنده علاقه بالطبيعه، بالماء، بالتراب، بالغابه، بالتصحر، المغرب والعالم العربي، يعني عندنا جوج مشاكل. مشاكل بشريه ومشاكل طبيعيه. فقسمت لكم الموضوع الى ما هو موضوع البشري، اسئله ديال البشري، والاسئله ديال الطبيعه. يعني ما هي الاسئله ديال البشري والاسئله ديال الطبيعي؟ اذا هنا الجغرافيا غتجي ما هو بشري وما هو اش طبيعي. اذا غيتحطوا لنا جوج مواضيع. استاذ بغينا نشوفوا الامتحانات دابا، بغينا دابا نشوفوا الامتحانات اشنو جاوب فيها.
بغينا نشوف الامتحانات اشنو اللي راحوا فيها اليوم. اوكي شوف واش داروا هنايا. المقاربات المعتمدة في دراسة التنمية، وضعية الموارد البشرية بالمغرب وأساليب تدبيرها، دور سياسة الاعداد التراب الوطني في تأهيل الموارد البشرية. شكون اللي حافظ السؤال؟ شكون اللي حافظ السؤال؟ لأن السؤال الثاني جا مظاهر قوة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية والصين. عقلتوا البارح فاش قلت لكم بأنهم غادي نهز ضوء بعاد على وجهي؟ واش عقلتوا فاش قلت لكم غادي يخلطوا الأمريكا والصين؟ عقلتوا ولا لا؟ عقلتوا؟ عقلتوا قلت لكم غيتصدموا واحد الصدمه غيخلطوا الامريكا والصين؟ ما غتسمعش، ما تتسمعش الهضره. استاذ حنايا لا استاذ، انت السؤال ديالك هو هذا، مظاهر قوى الصناعه بالولايات المتحده الامريكيه، العوامل التنظيميه ديال الصناعه والتحديات ديال الصناعه. موضوعك بسيط، فلاحه صناعه تجاره غير ديال الامريكان. هذا الموضوع ارى لي ما جاتش الدوره الثانيه. اشنو غيجي؟ غيجي السؤال هذا، المقاربات المعتمدة في الدراسة التنمية، وضعية الموارد البشرية، دور سياسة الاعداد التراب الوطني. واش حافظين هذا؟ جاوبوني. كلشي بغيت كلشي، اللي حافظ يدير قلب احمر، قلب احمر داك التيكتوشي اللي دوك اللي تيطلعوا بحال الفوق تيبقاو يفرفروا، اي هذوك هذوك، لوح لي قلب احمر. انا عندي مع الاحمر وخا ماشي احمر. سير وسر بي. اللي حافظ بلا ما يكتب انا يقول لي قليب احمر، انا غندور نقلب شكون دار قليب احمر تما. اذا تتبغي هذا السؤال ياك؟ اذا هذا السؤال محبوب عندنا. اوكي الا جاوبتي على السؤال 50% ديال الاسئله ديال نهار الامتحان ديال نهار اثنين هو السؤال، 60% 70% هذا الطبوقيصه ديال الامتحان. بغيتكم توجدوا المقدم والخاتم وتوجدوا ليا. راه نشوفوا السؤال واحد اخر، الا ما جاش هذا شنو امتحان اخر غيجي؟ هو هذا، ها هو العدو ديالو. تشخيص وضعيه الماء والتربه في المغرب، تفسير مشكل الماء والتصحر في العالم العربي. تفسير يعني العوامل مشكل الماء والتصحر في العالم العربي. المشاكل المجالية والبيئية في الولايات المتحدة الأمريكية. المشاكل المجالية والبيئية يعني مشاكل اش؟ مشاكل التلوث. المشاكل ديال الميريكان، بزمنك تحفظ المشاكل ديال الولايات المتحدة الأمريكية، غيخلطوا لك في الأخر المشاكل ديال الميريكان في الدورة الثانية. بغا يقولبهم حطوا لهم ميريكان. إذا تتوقع بأن ميريكان غتخلط مع الدورة الأولى، علاش؟ وعمرها ما كانت، ولكن بسبب كورونا، هادو اسباب المشاكل ديال كورونا. وفاش امريكا مسكينه ما لقاوها مع من تشارك، حطوها مع الدوره الاولى. بعد عليا، واش امريكا يا عبد الله ما لقاوها مع من تحط؟ لقات بوحده في الراديه ديال الدوره الثانيه، واش الاخر حيدوه لينا يخليوه بوحده؟ يلحوا منها شي سؤال اش يلحوه لينا في الدوره الاولى؟ فرد بال من امريكا لا سيما المشاكل ديالها. الزعيم كناية. موضوع واحد اخر، انت استاذ تشوف كل شيء على عينك. تحديات سياسه الاعداد التراب الوطني، الاختيارات الكبرى لمواجهتها. والسؤال الاخر تجاره الامريكان، هذا عندكم حيد حيد. هذا ديال ما عندكمش الشومه هادو، هذا ديال علوم الشرعية عندهم بروغرام ديال الباك. وأي واحد شوفوا الوثائق دخلنا عليكم بالله، شوفوا التمرين كي داير. هذا حملة نابليون بونابارت على هذا هو الامتحان، وهذا تطبيق مخير. هز عينك أستاذ. إذا غنعطيكم موضوع اللي ديال الطبيعة هضرنا عليه، دابا غنعطيكم واحد بشاري تخدموه ليا.
كسب كسب ديال بشاري. عرف التنمية والسياسة إعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية والريفية. عرف تنمية. عرف تنمية. عرف تنمية. من وراها شنو السؤال الثاني؟ سياسة إعداد تراب وطني. عرف تنمية. عرف سياسة إعداد تراب وطني. ثالثة التهيئة الحضرية والريفية. زيد عرف تنمية. عرف سياسة إعداد التراب الوطني. عرف تنمية التهيئة الحضرية والريفية. رجع ستار. هادو التعاريف. علاش رشيد؟ جميع الجهات نهار يدخلوا شي تعريف الشروحات يدخلوا الجغرافيا غيكونوا غير التعاريف هادي. يقدر يتزاد عليهم التصحر. زيدوا تمعرف التصحر. ولكن هذا اللي بغينا نديرو على التصحر خصنا نحطوه في الموضوع ديال الطبيعة ماشي الموضوع ديال البيئة ديال البشري. المهم هادو صافي زكا هادو هما الشروحات اللي غادي يجيو للناس التعاريف. يعني موضوع مقالي في تعاريف غيبداو بهذا. رجعوا السطر. اذكر مظاهر أزمة المدينة والأرياف. اذكر مظاهر أزمة المدينة والأرياف والعوامل المفسرة لها. رجع ستار. اذكر التدابير او التدابير المعتمدة لمعالجة أزمة المدينة والأرياف. رجع ستار. المبادئ العامة لسياسة إعداد التراب الوطني. المبادئ العامة لسياسة إعداد التراب الوطني. المبادئ العامة لسياسة إعداد التراب الوطني. وأهم الاختيارات والتوجهات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. والاختيارات والتوجهات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. رجع ستار. التحديات الكبرى تحديات الموارد البشرية. تحديات الموارد البشرية وسبل تدبيرها. بارك احبس. صافي احبس. بارك احبس. هادو هو الامتحان ديالكم. حتى امتحان الصورة ديال 2012 هنا. اذا هادو هما الامتحانات الاستاذ اللي غتوجد ليا. غتوجدهم ليا دابا. غتصايب هاد جوج مواضيع مقالية وغنهضرو حنا كاملين على شناهو. أستاذي اللي مكنتش حافظ ميريكان غتهضر معايا بصراحة باش نجاوبك أنا بصراحة. غتقول ليا مثلا دابا شكون واحد فيكم يقول لي بصراحة تما شنو حافظ ونقول لي أنا يطليق لك القضية ولا متليقش لك. كل واحد فيكم أنا يهضر معايا ويقول لي شنو حافظ وأنا نقول ليه واش تليق لي هاد العملية دار ولا متليقش. إلا ما كانش غتليق لك
كل واحد فيكم يقول لي اشنو حافظ في التاريخ في هذوك الربعه. هضروا معايا اشنو حافظ في التاريخ في الربعه. المغرب اشنو اللي ما حافظش؟ واحد ما حافظش الولايات المتحده الامريكيه. غنجاوبو، ما حافظش الولايات المتحده الامريكيه. حفظ المشاكل ديال امريكا، حفظ المشاكل ديال امريكا، وحفظ جغرافيا ديال الدوره الاولى كامله. علاش رشيد؟ نجاوبك، باش الا مشيت جات الجغرافي تطبيقي غيكون عندك الاليه انك تجاوب على السؤال الخامس، لانه تكون فيه تحديات، والسؤال ديما انت مضطر انك دير امريكان. ولكن في حاله ما انت ما كاينش عندك محافظ امريكان، هذاك الدرس على الاقل تكون عندك الجغرافيا ديال الدوره الاولى، وهذا الشيء ماشي سميته. ولكن على الاقل تنقول لك الا كنتي حافظ امريكان احسن لك، ضروري خصك تحفظه. ولكن ما دام ما كنتيش حافظها، انا ننصحك تراجع الدوره الاولى مزيان، وتحيد الجغرافيا ديال الدوره الاولى مزيان. حاول تحيد الجغرافيا ديال الدوره الاولى مزيان، راه الا حيدتها ولد ناس غتجيب مزيان. اذا كل واحد فيكم شنو غيدير؟ انا نقول لك الكلمه الاخيره استاذ، اللي فيكم غيجيب على النقطه انه يحفظ الجغرافيا ديال الدوره، يحفظ الجغرافيا ديال الدوره الاولى، ويحفظ الجغرافيا ديال الدوره الثانيه، مشاكل ديال الدوره الثانيه. نعاود نقول لك مشاكل ديال امريكا ما يتزكلوش، ها استاذ اللي قال لي امريكا، زيد قول لي شي واحد اخر عنده مشكل. حفظهم كلهم. شنو هي؟ حفظهم كلهم. التصحر. التصحر ضروري، ما عندك فين تهرب عليه. تصحر والما في العالم العربي دير بحل بلا ما تمشي للجغرافي، بلا ما تمشي للامتحان. هذا الدرس هذا ما عندكش الحق فيه. هذا الدرس هذا هو القلب ديال الدروس. دير بحاله بحال ازمه المدينه والريف. شي دروس اللي ما عندكش الحق الاختيار فيهم. يعني مسمومين. بحالك انت. يعني ما عندكش الحق تقول انا محافظه ولا ما حافظوش. سمعتيني؟ يعني الجغرافيا ديالها ديالو خصك تعرضها، وإلا ما عرفتهاش تاكل العصا. إذا أخطر درس هو هذا. زيد قول لي شي واحد آخر. الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية إجبارية، أسباب الحرب العالمية الثانية ونتائج الحرب العالمية الثانية. أستاذ ما حافظهاش. ما حافظهاش. ما حافظهاش. صعيبة. ضروري يا ولدي، حتى في التطبيقي غتلقاها. يعني انا نقدر نقول لك واحد الدرس مثلا ما حافظوش، تقدر ما تكونش حافظ واحد الدرس، ولكن نصيحه لك تحفظ لي القرن 19 كله، المغرب المشرق التحول والتنافس. المغرب والمشرق والتحول والتنافس. زيد وسف. اليقظة ضروري، اليقظة. وإلا ما حافظش أستاذ، حيت المشكلة دابا اليقظة إلا ما كنتيش حافظة. تنهضرو على النتج التطبيقي، ماشي النتج غير مقالي. عوامل اليقظة ضروري، القرن 19 كله ضروري. أصاحبي هادو ما عندكش معاهم اللعب. راه السؤال تيجي تطبيقي. السؤال الأخير ضروري خصك تحفظ تيار علماني وتيار سلفي. بحالة ما كنتيش ما حافظاش، ركز عليها التيار العلماني والتيار السلفي. علاش؟ لان السؤال الخامس غيكون في التيار العلماني والتيار السلفي. 12 قلت لك. الدار البيضاء والسلفي. انا تنقلب عليه هنا ما لقيتوش. اذا نشوفوا تما غادي يكون. بلاصه النجبه ولا متى هنايا. قلبت عليه ما بانش ليا. التيار العلماني والتيار السلفي الدراري. نعم. قلب قلب واحد بواحد ديال الجدار البيضاء تلقى. نبداو اليوم تحليل الصورة. كلشي تحليل الصورة الدراري. تنقلبوا على الصورة اللي غتبدا نبداو بها باش تفهم معايا الدرس. حط لي المنهج ديالي في طوطيم. غادي نبداو كل نهار نخرجوا توسع فكرة ومهارة تحليل الصورة.
اذا بداو سيل نحكي لك واحد واحد تما حطوا لك الحليب في الواتساب تما بداو سيدي تاريخ ركز معايا ربعه ديال الدروس ما تيتزقلش المغرب ضغوطات وتنافس اليقظه الفكريه شيء اجباري هو المغرب علاش لان المغرب يقدر ما يجيش بوحدو غيجي مع اليقظه تحولات غيجيو بثلاثه هادو ما معاهمش اللعب المغرب واليقظه والتحولات والتنافس امبريالي يعني ثلاثه وشحال فيهم شحال فيهم كاين فيهم غير جوج اسئله بصار كاين فيهم شي اسئله بصار ما فيهمش الروين ضغوطات الاصلاحات عوامل اليقظه الفكريه والتيارات تحولات ومظاهر التنافس الامبريالي والازمات اخطر سؤال هنا هو التنافس الامبريالي والازمات هذا التنافس الامبريالي والازمات خطير بزاف مظاهر التنافس الامبريالي والازمات هادو تنسميوهم درجه واحده هادو درجه واحده هادو كبه واحده المجموعه الاخرى العالم من نهايه الحرب العالميه الاولى حتى الحرب العالميه الثانيه هادو مجموعه واحده يعني هادو شكل وهادو شكل هاد ثلاثه ما تقدرش تنقص شي وحده فيهم لانهم تيتخلطوا مع بعضياتهم العرض الاولى تجي على الضغوطات والعرض الثاني تجي على التحولات او العرض الاولى تجي على المغرب والعرض الثاني تجي على المشرق كلهم جاوا في القرن 19 يعني العلاقه التاريخيه بيناتهم ضروريه وبالتالي اذا كانت المغرب عرف ضغوطات فالمشرق عرف يقظه واذا كان المشرق عرف يقظه فاوروبا عرف التحولات يعني ثلاثه ما عندكش حق تقمر فيهم يا اما شدهم كاملين يا اما خليهم كاملين يعني ضروري خصك تولد الناس دير ليا ثلاثه الورقات المزدوجه الاولى ديال المغرب والثانيه المشرق والثالثه التحولات الرابعه العالم من نهايه الحرب العالميه الاولى الى الحرب العالميه الثانيه الحرب العالميه الثانيه ولدي اجباريه اسباب الحرب العالميه الثانيه ونتائج الحرب العالميه الثانيه اجباريه بزاف علاش لنفترض نجد لحظه تطبيقي في العالم الاوروبي السؤال الخامس شنو هو ودور الالماني النازي في اندلاع الحرب ونتائج الحرب العالميه الثانيه وانا هذا الموضوع عاد عاودته مع ولادي حضوريين وجريت معاهم على هذا الدرس هذا اللي اعتبرته هو السم ديال البروغرام هو السم ديال البروغرام اسباب الحرب العالميه الثانيه ونتائج الحرب العالميه الثانيه هو المسموم يعني نقدر نكون حافظ المغرب والمشرق والتحولات وما حافظش العالم الاوروبي ولكن فاش الحرب العالميه الثانيه شي حاجه اجباريه لان السؤال الخامس غادي يكون عندي هنا في هذا الجزء هذا اذا ما عندكش الحق تقمر فيه ولا تلعب معايا فيه طيب اتحفظ هذا اذا ما الله يرضي عليك تواضع وصيب معايا الامتحان اجي دابا نبداو في الامتحان صيبتي هذا دابا غنبداو الامتحان ديال الصوره الصوره تحليل المهاره تحليل الصوره كيف يتم العمل حيد عليا الشمعيات دابا نهضروا اخر مره وصل التمرين غدا ما يدخلش عندي شي واحد بلاص جوج مقاليات ديال الجغرافيا وربعه ديال المقاليات ديال التاريخ شحال من ورقه سته الورقات مزدوجه اربعه في التاريخ وجوج في الجغرافيا سنه الهضره الا إيه ما كنتيش دايرهم بلا ما تجي اللايف هادو خص ضروري يكون عندك اربعه في التاريخ وجوج في الجغرافيا غدا اللايف مع الخمسه بقاكم موجود ليا سته الورقات ويقول لي استاذ انا حاولت نصيبو لك ولات عندي مشكله في الخاتمه ديال هادي عاودها معايا وريني الخاتمه استاذ انا عندي مشكله في التنافس امبريال ما عرفتش نصيب الخاتمه اي سؤال مستعد نجاوب عليه واي عرض تبغيني نعاودها لك ما شرحتها ما بغيتي تفهمها نعاود معاك فهمتها وانت غدا شوف قرا المواضيع وشوف الحاجه اللي بغيتي نعاودها نعاودها ولكن استاذ انت صايب لي الموضوع الاول باش نبداو بها اذا غنعاودو المره اذا غنعاودو التمرين الاول اول تمرين سيدي غادي تلاح الصوره كلشي يجيب ليا يدير ليا مهاره تحليل الصوره ورقه مزدوجه تحرك لوحه اذا مهارة تحليل الصورة
أول حاجة خصك مقدمة، ومقدمة من الأحسن ما تسمعليش هذه اللي غنلي عليك. يعني كل واحد يصيب مقدمة دياله، كل واحد يصيب مقدمة دياله ديالاش يتحلل الصورة، كل واحد يصيب مقدمة دياله. ولكن دابا أنا غنطر نعطيك هذه المقدمة. رجع ستار كتب تشكل أو حيث تشكل تتعدد وسائل التعبير. في المجتمعات الإنسانية، لكن تظل الصورة من أبرز أشكال التجسيد للقيم الفكرية والموضوعية. وتتخذ الصور عدة أشكال، فقد تكون فوتوغرافية، أو لوحة فنية، أو رسما كاريكاتيري، أو رسما كاريكاتيري، أو حتى لوحة إشهارية. رجع ستار دور هنا وسل. فما المكونات اللغوية والأيقونية لهذه الصورة؟ وما دلالاتها؟ فما المكونات اللغوية والأيقونية لهذه الصورة وما دلالاتها؟ كل شيء تصنط ليا. أول حاجة باش أنت تحلل الصورة خاصك 4 ديال المراحل. أولا دير مقدمة، ضروري تختمها بهذا السؤال: فما المكونات اللغوية والأيقونية لهذه الصورة وما دلالاتها؟ دير 4 ديال الأشياء. أول حاجة دير مقدمة، ومن بعد المقدمة دير المكونات، ومن بعد المكونات دير الدلالات، عباش دير الخاتمة. المكونات والدلالات، المكونات والدلالات، المكونات والدلالات. تنقسم الصورة إذن إلى مرحلتين: المكونات والدلالات. أنت غتفهم ما معنى المكونات. غنبداو بالمكونات. أشنو تتشوف بعينيك؟ نقص جسطورة وكتب. الصورة قيد الدراسة والتحليل، هي بالمغاير رسم كاريكاتيري أو لا؟ هذا ماشي لوحة فنية، هذا رسم كاريكاتيري يا ولدي، هذه ماشي صورة فوتوغرافية.
هذا رسم كاريكاتيري. اوكي هذه الاولى. بشكل مستطيل شنو هو الشكل ديالو؟ بشكل مستطيل هنا اجي معايا هضرنا على الشكل العام. دابا اول حاجه فين هو البشر؟ هنا البشر هي المراه. اذا تتوسط الصوره امراه. ديما فيما نهضر غادي نقول تنحدد الصوره وتنقول وتتوسط هذه الصوره. اكتب الجمله وتتوسط هذه الصور امرأة بلا مغاير في مقتبل العمر نقط 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 عجوز سد القوسين. أول حاجة تتحدد أنت تقريبا سن امرأة طفلة أو مجموعة من الرجال مجموعة من الشباب أطفال أي حاجة البشر اللي كاين ديك الصورة. امرأة عجوز امرأة في مقتبل العمر. أول حاجة المرأة أشنو تدير؟ أنت تتشوف المرأة والسن ديالها. لقيتي راجل الراجل والسن ديالو. طفل هذاك الطفل من الكلمة الطفل معروف السن. إذن أول حاجة تتحددها أنت المرأة وسنها. يعني أول مكون المكون ديال الإنسان هذاك المكون شحال عمره؟ شاب عجوز طفل مجموعة من الشباب مجموعة من النساء مجموعة من الأطفال. متفقين؟ إذا عقل على هذه. إذا أول حاجة المرأة بسن متقدم عجوز أو طفلة. رجع سطر عريضة غندير عريضة. اه غندير لك عريضة باش نعلمك ولكن انت ما غديرش عوارض في الامتحان غديرهم ادوات الربط. لكن غندير باش نرتب لك الدماغ ديالك من بعد ما دير المرأة الطفل ولا كذا انسان دوز للمرحلة الثانية. يبدو عليها نظرة الحزن يبدو عليها نظرة او يبدو عليها علامات ستوب يبدو عليها علامات زقا فتح قوس بلا مغاير التعب الحزن الفرح حبس. من بعد ما تنهضروا على المرأة اش تنهضروا؟ تنهضروا على الحالة العامة ديال المرأة فرحانة حزين يعني حال الشكل ديالها. إذا المرة الأولى المرأة ولا راجل ولا طفل العمر تقريبا ما الذي يبدو عليها المظهر الخارجي؟ عقل انت في الامتحان تكتب ويبدو عليها لكن هنا غنديرو اشكال عوارض ترتب الدماغ ديالك. امرأة في مقتبل العمر ولا عجوز تبدو عليها مظاهر التعب مظاهر الحزن مظاهر الفرح الى غير ذلك في وجهها. اجي نمشيو للثالثة وترتدي افتح قوس معطفا اسود وتضع وشاحا ازرقا على راسها مثلا. اوكي ما الذي ترتدي؟ تلقين دابا ذكرنا امراه عجوز لتبدو عليها ترتدي. دابا قلت لكم الثالثه وتحمل نقط 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 رجع سطر وتمسك نقط 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 وضع على قدميها نقط 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 نقط
يعني شي حاجة شدها هزها جرها متفقين كل شيء تتعلق دابا اش درنا فليناها المرأة شنو تيبدو عليها شنو لابسة شنو هزة من الحالة الخارجية وكذا إذا هنا فلينا الشخصية ديال المرأة أجي نشوفوها أجي نطبقوها دابا امرأة في العمر ديالها شحال تيبان امرأة عجوز تبدو عليها علامات ماذا كلشي دابا يجاوب معايا كلشي جاوب إذا هي رسم كاريكاتيري تتوسطه امرأة عجوز تبدو عليها علامات شوفوا جهة تبدو عليها علامات التعب وترتدي إلا مشيتي بهكا دور أوسط دري ما عندوش أسلوب أنا باش نجي ولادي من الأسلوب لا في الباك فاش نقريهم قبل ما تدخل الله يهديكم وما تخدم معهم العربية وهما تيحلوا القصائد قدهم قداش ما عندوش مع الأسلوب شنو ندير خصو يحفظ شي طريقة ديال التعبير دابا أنت ما عندكش أسلوب غنقاد لك الدماغ ديالك على شكل عواري غنخليك نهار الامتحان توجد على شكل عواري أولا غتصور راسك شكون اللي كاين الصورة شنو لابس وجهو علامات ديالو اللي تتبان على وجهو شنو هاز يعني كل ما تتعلق بهاد الشخصية وانت تتوجد العبارات امرأة عجوز ترتدي على وجهها علامات ترتدي جلبابا أسودا وتنتعل حذاء وعلى رأسها وضع وشاح أبيض تحمل على كاهلها أكياس ثقيلة وعلى قدمها وضعت قيود تشد قدميها وتصعد بهما المنحدر إذا انتدرتي هذا دابا أجي نخرجوا على هاد الصورة غنمشيو للخلفية ونمشيو للمكونات الأيقونية وعلى جانب الطريق جاستر وضعت لوحة كتب عليها حقوق المرأة وعلى جانب الطريق وضعت لافتة كتب عليها افتح بين قوسين كاع اللي تيدير بين قوسين اللي تيتغير بين قوسين كتب عليها افتح قوسين حقوق المرأة كاين شي ارقام اش كاين شي ارقام ما كاينش زغلنا شي حاجه شي طياره شي نمله ديزل تحت اي حاجه مرسومه مزقول تقلبوا عليها شي حاجه تكون زقلتها المكونات ما زقلت والو كل شيء قلته هذه المكونات واش قلت حل الكيس نعرف شنو فيه للاسف ما نقدرش حشومه ما زقلت والو فليت ولا فليتاش اذا شنو المكونات فلي الصوره شنو فيها في التعبير على الصوره تلقى واحد المشكل ان الدري خصو يعرف يعبر كيفاش تخلي واحد الدري ما يعرفش يعبر انه يعبر رتب لي الدماغ ديالو نقول لي الصوره هي رسم كاريكاتيري ذو شكل مستطيل تتوسطه علمه امرأة طفل رجل مجموعة من الصبية مجموعة من الأطفال مجموعة من النساء تبدو عليهم رتب لي الدماغ ديالو الدري خصو يجيب شي الوجه ديالهم من بعد من الوجه ديالهم يعبر على الملابس وترتدي من بعد ما تشوف شوف يديهم شنو هزة رجليهم شادين شي حاجة في يديهم تيجروها وشي ماسكين شي مقوى ديال شي سيارة واش هاد شي حاجه في يدو شي عصا واش موضوع شي اغلال في يديه اي حاجه في يدو
إنه الوصف العام، إنها المكونات. إذن شنو المكونات؟ يعني تقول شنو شفتي بعينك. نعودها، الصورة هي عبارة عن رسم كاريكاتوري ذو شكل مستطيل، تتوسطه امرأة عجوز، تبدو على وجهها علامات الحزن، وترتدي لباسا أسودا، وتضع على رأسها وشاحا أبيض، لكن فوق أكتافها وضعت مجموعة من الأكياس الثقيلة، كما وضعت على قدميها قيود ترهقها، وبجانبها وضعت لافتة مكتوبة عليها حقوق المرأة. الآن الدلالة، يلا نسولكم دابا، ما هي الدلالة ديال هذه الصورة؟ ما هي دلالة هذه الصورة؟ اللي بغى يعرف الدلالة يشوف اللافتة اش مكتوب عليها. واش هاد المرأة هادي، واش هاد المرأة تتجه بواحد اتجاه صعيب نحو ماذا؟ نحو ماذا هي مكتوبة؟ شنو نحو ماذا؟ حقوق ماذا؟ علاه هي ما كاينش حقوق، ما عندهاش حقوق؟ على هاد الصورة تتبان لك المرأة عندها الحق؟ على هاد الحمل، على هاد القلب، على هاد القيد، هذا هذا حق هذا؟ إذا شنو غادير بحال هكاك توسع في الفك؟ فكرة تقولي بحال تكتب موضوع عشائي حول ماذا؟ حول حقوق المرأة. هذه هي التوسع. إذا انتقلت من المكونات إلى الدلالة. رجع استر. وتحمل هذه الصورة مجموعة من الدلالات والإيحاءات. أوسف فقرة ثانية، الربط ما بين الفقرات والجمل. نقصتر، سمعتيني؟ الفقرة الأولى المكونات سيناها، فتنقصتر وتدخل مكونات. المكونات الأولى ديرها فقرة، والدلالة ديرها فقط في الفقرة. وتحمل هذه الصورة مجموعة من الدلالات والإيحاءات، فهي صورة ترمز، فهي صورة ترمز إلى ضياع حقوق الإنسان. عفوا مش حقوق الإنسان، ضياع حقوق المرأة. وسلبي حريتها وسلب حريتها وهذا أمر يسائل المجتمع البشري، يسائل الوضع المجتمع البشري، ويدعونا إلى التبصر في وضعية المرأة المزرية في مجتمعاتنا النامية، حيث أجبرت على أن تخوض معاركها دون أي تقدير لقيمتها
ودورها في البناء والتشييد زعير فيها. أكيد هنا كل واحد فيكم غيقدر يكسب موضوع حول المرأة، يكسب مقدمة، المكونات، الدلالات، ودير الخاتمة. نقص جسطورة ودير الخاتمة. عموما يمكن في النهاية أن نؤكد على أن هذه الصورة هي تجسيد لقضية المرأة في بلا مغاير أتبدل المرأة في الواقع العرب في المجتمعات العربية. وهذا ما يجعل وهذا ما يؤكد أن الصور أكثر تجسيدا وأبلغ تعبيرا عن القضايا الفكرية والاجتماعية خاتمة. قول لي هذيك اللي بين قوسين القضية المعالجة هنايا. ستوب. أجيو دابا نهضرو على هذا الرسم هذا. إذا لوحة، هذا رسم كاريكاتيري، المقدمة هي الصورة مربعة الشكل أو مستطيلة. مستطيلة الشكل، يتوسطها شخصين في مقتبل العمر. الأول تبدو عليه نظرة الفرح، والثاني تبدو عليه نظرة التعجب والحزن. علامة التعجب الحزن. الأول تبدو عليه نظرة الفرح، والثاني تبدو عليه نظرة الحزن. الأول يحمل بيدي الأول ندوب الأول الأول يحمل كتابا ويضع نظارتين، وفوق رأسه وضعت مجموعة من الكتب والأدوات العلمية والرموز العلمية. والثاني وضعت على رأسه علامة تعجب دون أن يحمل في فوق رأسه أي شيء. وفي أعلى الصورة كتبت كتابة القراءة. إذا شكون يقدر يوصف لي الصورة؟ نعود من الأول. الصورة هي عبارة عن رسم كاريكاتيري لشخصين. الأول تبدو عليه نظرة الفرح، ندوب واحد بواحد نسوي هذا، ويرتدي بدلة خضراء وقميصا أبيض، ويحمل بيديه اليمنى كتابا أزرقا. نظرة البسمة بادية على وجهه ويقرأ في كتابه. على رأسه وضعت مجموعة من الكتب والعلامات والرموز العلمية والطبيعية. ساليت معاه؟ أما الشخص الآخر فيرتدي قميصا بنيا ولكن دون أن يحمل في يديه شيء. نظرة التعجب بادية على وجهه
ورأسه فارغ من أي شيء. في أعلى الصورة كتبت كلمة القراءة، وفي هذه الصورة دلالات إيحائية ورمزية، فهي تشير إلى ذلك الشخص، إلى دور العلم في لا دور العلم وأهمية العلم في امتلاء فكر الإنسان ونضج الفكر للإنسان، النضج الفكري للإنسان والوعي الثقافي للإنسان والإبحار الذي والمكان التي يمكن أن يصل إليها التي تدفعك إلى أن تصير مبتسما في هذا الوجود. فلا شيء يجعلك مبتسما أكثر من مقدار العلم الذي تحصل عليه، وبالتالي فالبسمة التي تبدو على وجه هذا الشخص إنها بسمة شخص تمكن من ارتياد عالم العلم، بينما الجهل بادي على الوجه الآخر لا لشيء إلا لأن فكره فارغ من أي شيء من مختلف أشكال القراء. إذن هي الصورة هي دعوة إلى القراء. الصورة هي دعوة إلى ماذا؟ الصورة هي دعوة إلى القراءة. إذن هذه الصورة تدعونا إلى القراءة، بينما هذه الصورة الأخرى تدعونا إلى ماذا؟ إلى الدفاع عن حقوق المرأة، بينما هذه الصورة تدفعنا إلى ماذا؟ القراءة. هو رسم كاريكاتيري لفيروس قاتل يحمل بيديه مسدسا وتبدو عليه نظرة الشر بادية عليه. على الأرض يترك خيال ظله الأسود يمتد، وفي الجانب الآخر تجلس الكرة الأرضية على وجهها تبدو علامات الخوف والقلق والارتياب. في أعلى الصورة هناك نافذة مغلقة، وكأنه الخوف من أن يتسرب مثل هذا من الفيروس القاتل إلى داخل الشقق. إذن هذا هو الصورة تتعبر عليه بشكل عام بالصورة. أما المكونات دلالة ديالتها، دلالة ديالت المكونات فإنها رمز وإشارة واضحة إلى ماذا؟ إلى الشر الذي تحمل الفيروسات للإنسان وللكرة الأرضية ككل. إنه التهديد الحقيقي للإنسان وللحياة بكل أشكالها وأنواعها. ما هي الصورة؟ المكونات والدلالات. هضروا معايا، واش فهمتوا؟ فهمتوا معايا الصورة؟ الله يرضى عليك، اللي فهم لي الصورة كليكي لي على الأحمر. هذاك اللي سميتو المكونات. طيب اجي نكتبو هذا، اجي نكتبو واحد اخر في هذا من غير مقدمه، اجي نكتبو باسلوب واحد اخر، اجي نكتبو هذا باسلوب واحد اخر. كتب لي العرض، المقدمه درناها، دوز العرض. الصوره هي عباره عن رسم كاريكاتيري. الصوره هي عباره عن رسم كاريكاتيري مستطيلة الشكل يتوسطها شخصين في الجانب الأيمن. في الجانب الأيمن يتخذ الشخص وضعية القراءة، حيث يمسك بيديه كتابه الأزرق، كتابا بغلافه الأزرق، ويضع نظارتين كما أنه يرتدي بدلة خضراء وقميصا أبيض.
وضعت على رأس هذا الشخص مجموعة من الكتب، والرموز التي تشير إلى تعدد المعارف بينما هو طبيعي، وما هو فيزيائي، الأنيون الكاتيون، وما هو رياضي، نظرة الارتياح تبدو واضحة على وجه هذا الشخص. لكن بجانبه وعلى يسار الصورة هنالك شخص يرتدي معطفا بنيا وقميصا أبيض، ولا يحمل في رأسه سوى الفراغ. علامات الحزن والتحسر بادية على وجهه. في أعلى الصورة كتبت كلمات، ما نزقلاش أيقونة، ما نزقلاش، كتبت كلمة القراءة. نزقلت شي حاجة، نزقلت شي حاجة، نزقلت والو. هتخينا دات لي الشكل ديالو، دات لي كذا، شنو لابس، شنو هاز في يدو، نضادرو كلشي 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 كلشي. القراءة تا حاجة ما نزقلتها. دابا غنمشي للدلاله، وتحمل هذه نقص فقره ثانيه. دابا نقص طر ودير فقره ثانيه، وتحمل هذه الصوره عده دلالات وايحاءات. فهي ترمز الى قيمه العلم والقراءه، فهي حل العلم اكثر كلمه مكتوبه القراءه، عندي القراءه، فهي ترمز الى قيمه القراءه في حياه الانسان ودورها في اغناء الجانب الفكري. مما يمنح الإنسان قدرا كبيرا من السعادة والارتياح. لكن في غياب القراءة لن يملك الإنسان سوى الجهل والتحسر على واقعه. إذن هذه الصورة هي دعوة صريحة،
للقراءة. نقش أسطورة. خلاصة القول، فإن هذه السورة تحمل قضية فكرية ودعوة إلى العلم، بين قوسين العلم، بين قوسين هذه الدعوة إلى ضمان حقوق حقوق المرأة، وهنا هي دعوة إلى ماذا؟ العلم، دعوة إلى العلم. وهذا ما يجعل الجمل قلنا قبيلة كمل نقط نقط، وهذا ما يجعل الصورة وسيلة تعبير أرقى أرقى، وكمل الجمل اللي قلت قبيلة على الصور الخاتمة اللي قلناها نفس الجملة. يلا دابا شكون يفهم لي الصورة؟ شكون يفهم لي المكونات والدلالات والإيحاءات؟ المكون تتشاف بالعين والدلالة تتشاف بالدماغ. المكون تتشاف العين والدلالة تتشوف بالدماغ. المكون تتشوف بعينك والدلالة تتفهمها بدماغك. إذا اللي المكون المنظر الخارجي وشنو شفتي بعينك، والدلالة والإيحاءات الفكرة اللي وصلتك في الدماغ ديالك. كل شيء أستاذ، فهمتوا أستاذ الصورة؟ كل شيء فهم الصورة؟ إذا أنا سيدي على بركة الله، سيروا دابا خدموا لي المواضيع المقالي اللي قلت لكم، غدا ان شاء الله غندير لكم ايضا حصه ديال الجمعيات وغنساليها بمهاره توسع فكره. غدا ان شاء الله غنشوف لكم موضوع ديال تحليل الابداع، غنهضروا على الموضوع ديال الابداع، ونهضروا على الموضوع ديال التكنولوجيا، ونهضروا على المواضيع كامله ديال مهاره توسع فكره. نعطيوها حتى وقت علاش باش ان شاء الله تكون العربيه زوينه. تبارك الله عليكم، تصبحون على خير.